رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية، قال: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلب بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وهذان الحديثان من أعظم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وذلك لأن مثل هذه الأمور قد تشكل على الناس، والصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما فيه الكفاية والهداية. وليُعلم أن أحاديث السمع والطاعة والصبر على الأئمة إنما هي في الأئمة الظلمة والفجرة والفسقة، وليست في الإمام العادل، لأن الإمام العادل لا يختلف عليه، وإنما الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة والصبر على الظلم والجور هي على أئمة الجور والظلم ما داموا مسلمين، ومنها هذان الحديثان. فهنا سلم بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ ففي المرة الأولى أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فلما سأل مرة ثانية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الصحيح، وهو الطريق المستقيم الذي من حاد عنه زاغ عن الطريق المستقيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. انظر، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يعني ظلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم من الحمل ما تحملوه من الوزر، وعليكم ما تحملتم أيضا من الوزر إن فعلتم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث الذي بعد حديث ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في غير معصية الله، وتسألون الله الذي لكم. حقنا عند الله ما يضيع، إن كنت مظلوما حقيقة فاسأل الله الذي لك، أن تسمع وتطيع في غير معصية، وإن كنت مظلوما فاسأل الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا يضيع أبدا. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستكون أثرة، قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. ما هي الأثرة؟ أن يستأثر الحكام بالأموال والنفائس وبيت المال، هذا الأثرة، يستأثرون لأنفسهم على الناس. فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ قالوا: أمور تنكرونها، يعني أمور منكرة، معاصي ظاهرة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو الطريق القويم والطريق المستقيم، ولذلك تتابع أهل السنة في كتب الاعتقاد على هذا الأمر العظيم، وبيّنوا هذا الأمر أوضح تبيان، من أجل أن لا يزيغ المرء عن هذا الصراط المستقيم. وهذا الأمر من العقائد، يعني إذا قلنا إنه من العقائد يعني من خالفه فهو ضال مبتدع، بخلاف الأمور الفقهية يقال مخطي، يقال قول راجح ومرجوح، لكن في مثل هذه المسائل إما سني وإما مبتدع. هذا المسألة فيها خطورة، المسألة فيها خطورة، لذلك لم يخالف في مسألة السمع والطاعة إلا الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة هم الذين خالفوا في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور.
ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. انظر، هذه الحديث كلها في البخاري ومسلم، وبعضهم متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح كالشمس في رابعة النهار. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذه الجملة فيها رد على الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، الذين يقولون اتبع القرآن فقط. نقول: إذا كنتم تتبعون القرآن فقط فاتبعوا الرسول، لأن الرسول لأن القرآن يأمر باتباع الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك الفرقة القرآنية كفرها العلماء بالإجماع، الذين يقولون أنهم قرآنيون وهم في الحقيقة ليسوا قرآنيين، بل هم كفرة مجرمون. فهذا الحديث من الأدلة التي يرد عليهم: من أطاعني فقد أطاع الله. طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع المرء أن يطيع الرسول إلا إذا التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالسنة. ثم قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذه الجملة تفيدنا أمرين: الأمر الأول أن طاعة الأمراء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الذي قد استفاد من هذا الحديث أن الأمير المراد به هنا هو الأمير الذي هو دون الإمام الأعظم، فدل على أن ما سوى الإمام الأعظم من الأمراء كأمراء المناطق والوزراء ونحو هؤلاء أن لهم حكم ولاة الأمر فيما اختصوا فيه، فتجب طاعتهم في غير معصية الله. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير، يعني الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يحتمل هذين المعنيين: أن طاعة الأمير بشكل عام من طاعة الرسول، ويحتمل أنه الأمير الذي دون السلطان الأعظم، فله حكم السلطان فيما وكله السلطان، فيكون له حكم ولاة الأمر كما ذكر بعض أهل العلم على هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئاً فليصبر، من كره من أميره شيء فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وهذا أيضا حديث عظيم، وفيه بيان الطريق القويم لمن رأى من أميره ما يكره أن يصبر على هذا الأمر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج على السلطان قيد شبر، وهذا من باب المبالغة، يعني من خرج ولو بشيء قليل فمات فميتته جاهلية. ومعنى ميتة الجاهلية تحتمل معنيين: المعنى الأول أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية على الكفر، بمعنى أنه يعني يزيق قلبه بسبب خروجه فيكفر، ويحتمل أنه يموت كميتة أهل الجاهلية، أي أن أهل الجاهلية يموتون من غير سلطان، يموتون من غير سلطان، ليس لهم إمام يسوسهم، وإنما كل قبيلة لها من يقوم عليها، فحالهم فوضى كحال الغابة، يأكل القوي والضعيف. فهذا الحديث يحتمل هذين المعنيين، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب حديث أبي بكر، قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: في الباب حديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب. هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسن، هو الحديث فيه يعني فيه كلام على صحته، ولكن بعض العلماء يحسنه، ومنهم الترمذي راوي الحديث. وأصل هذا الحديث أن أحد الرجال رأى أحد الأمراء وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن جزاء من جنس العمل، لأن إهانة السلطان ضررها على المجتمع كله، تسقط هيبته
ويعني تضعف شوكته. فلذلك كان من حق هذا الذي يهين السلطان أن يهينه الله عز وجل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذه الأحاديث العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي بعض من كل من الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم. وخلاصة هذا الكلام أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن فعلوا الذنوب والمعاصي، وتجب لهم السمع والطاعة في غير معصية الله، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ولكن لا يخرج عليهم بأسباب هذه المعصية. وأيضا لا بد أن نعرف أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بشروط ذكرها أهل العلم، نذكرها مجملة ومختصرة. فالشرط الأول ما مر علينا في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا بد أن يكون كافرا كفرا بواحا، يعني ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، حجة قاطعة لا خلاف فيها. أما لو كان هذا الأمر مختلف فيه، بعضهم يقول كفر بعضهم ما يقول كفر، ما يجوز الخروج. لا بد أن يكون هذا الأمر كفرا ظاهرا واضحا للجميع لا خلاف فيه بين أحد من العلماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا تحققت مسألة الكفر وأنه كافر لا بد من القدرة، لا بد من القدرة. إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز الخروج ولو كان كافرا فاجرا ظالما. لماذا؟ لأن الخروج مع عدم القدرة يكون ضررها على المسلمين أعظم من الصبر على هذا الحاكم الظالم الكافر. ولذلك انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 10 سنوات، كل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كلها تقول له اصبر، ولا آية تقول له جاهد أبدا. لن يستطيع أحد أن يأتي بدليل أن الله عز وجل أمر النبي بالجهاد وهو في مكة أبدا. كل الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، مع أن الحكام في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ كفار قريش، أئمة الكفر. ولكن النبي لم يكن عنده قدرة. متى أمر النبي بجهاد الكفار؟ أمر عندما هاجر إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين وظهر أمر الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. أما في مكة ولم يكن ثم قدرة، كانت الآيات كلها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم، مع أنه أوذي أذى عظيما، يقتل أصحابه أمامه ويضربون ويعتدى عليهم، بل هو اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم ووضع على رقبته سل الجزور، ومع ذلك أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم حتى قوي الإسلام وقويت شوكته، أمر بجهاد الكفار. فإذا لا بد من القدرة. ولذلك من تأمل الأحوال التي تحصل حتى في زماننا المعاصر والتي أدركناها، الذين خرجوا على بعض الحكام وإن كانوا كفارا فجارا، ما الذي حصل عليهم؟ حصل عليهم الدمار والخراب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأمن. فلو صبروا لكان خيرا لهم، ليس حبا في هذا الحاكم الظالم وهذا الحاكم الكافر، وإنما من أجل مصلحة المسلمين واتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن لا بد من القدرة. إذن الشرط الأول أن يكون كفرا بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، الثاني القدرة، الثالث الراية الإسلامية، أن يكون الخروج على هذا الحاكم من أجل إقامة دين الله، وليس كما ينادى اليوم يخرجون على السلطان من أجل إقامة ديمقراطية، من أجل حرية، يعني يخرجون كفرا ويقيمون كفرا. ماذا استفاد أهل الإسلام من هذا عندما تزيل هذا الحاكم الكافر وتقيم كفرا آخر؟ الراية ليست إسلامية هنا، والخروج هذا ليس خروجا إسلاميا، وإنما هذا الخروج من أجل إقامة كفر. ونحن نسمع هذا في وسائل التواصل ووسائل الإعلام، في الذين يخرجون في مظاهراتهم وغيرهم يطالبون بماذا؟ هل سمعتم أحد يطالب بتحكيم شرع الله؟ يطالب بإقامة دين الله؟ هل الذين يخرجون نسمعهم يطالبون بالحرية، بالديمقراطية، بغير ذلك من الأمور التي ليست هي من أسباب الخروج على الحاكم الظالم والحاكم على الحاكم الكافر؟ الأمر الرابع: توفر البديل الصالح. لا بد أن يكون هناك بديل، يعني إذا أزلنا هذا الحاكم الكافر نقيم مكانه بديلا مسلما.
ولذلك اليوم ماذا يفعلون؟ يخرجون ثم يقول نفعل الانتخابات. الوقت هذا الذي أزلتم هذا الحاكم ولم يكن هناك ثم حاكم، ماذا سيكون عند الناس؟ فوضى وخراب ودمار. ولذلك لابد أن يهيئ البديل الصالح قبل إزالة هذا الحاكم الكافر، حتى إذا أزيل هذا الحاكم الكافر يقام مكانه البديل الصالح، حتى لا تحدث الفوضى وتحدث الفتن ولو في وقت يسير. والشرط الخامس وهو متعلق بأيضا مسألة القدرة، ويتحقق المصالح وانتفاء المفاسد. لابد أن يقارن المرء بين المصالح والمفاسد، هل المصلحة في الخروج أم المصلحة في الصبر؟ وهذا ينبني على قدرة المسلمين على مواجهة هؤلاء الكفرة الظلمة والاستطاعة في مواجهتهم. فإن كان كذلك، يعني المصلحة متحققة يقينا أو بغلبة الظن الذي قد يصل إلى اليقين، فإنه يخرج على هذا الحاكم الكافر. وإن حصل قتل على المسلمين فإن هذا هو الجهاد، الجهاد لابد فيه من قاتل ومقتول، فالمقتول من المسلمين شهيد والمقتول من الكفار في النار. ولكن هل لو خرجنا سيكون الحال أفضل أو أسوأ؟ لابد أن يقارن، وهذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد وأهل الخبرة وأهل المعرفة، وليس إلى الغوغاء من الناس. إذا تحققت هذه الشروط الخمسة جاز الخروج على الحاكم، وإلا فإن الأصل أن نسمع ونطيع حتى يرتاح بر أو يستراح من فاجر. وذلك انظروا ما حدث للإمام أحمد ونختم به. الإمام أحمد حدثت عليه فتنة عظيمة، وتتابع عليه أئمة يعذبونه ويمتحنون الناس على ماذا؟ يمتحنون الناس على الكفر، على الكفر الأكبر. كانوا يمتحنون الناس على ماذا؟ على القول بخلق القرآن. القول بخلق القرآن كفر أكبر مخرج عن الملة. فعذب الإمام أحمد رحمه الله عذابا شديدا في هذا، ولكنه صبر وظفر رضي الله عنه ورحمه. والشاهد في هذا أن الناس قد اجتمعوا عند الإمام أحمد. الإمام أحمد كلمة منه يخرج الناس كلهم. اجتمع الناس عليه عند بيته وقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر كما ترى، يعني تفاقم الأمر. هؤلاء حكام الظلمة الفجرة المأمون والمعتصم وأمثالهم عليهم من الله ما يستحقون، امتحنوا الناس امتحانا عظيما، وعذبوا الناس على القول بخلق القرآن، وهم ممن عذب الإمام أحمد، وسيلقون ذلك عند الله عز وجل. فاجتمع الناس عند الإمام أحمد وقالوا له إن الأمر كما ترى، فماذا قالهم؟ يعني يريدون من الإمام أحمد يقول لهم اخرجوا. لو قال اخرجوا خرج الملايين من الناس. الإمام أحمد جنازة حضرها أكثر من مليونين، جنازة الإمام أحمد رحمه الله. فلو قال الناس اخرجوا خرجوا، ولكن الإمام أحمد ماذا قال؟ انظر إلى هذا الإمام العظيم الذي نصر الله فيه الإسلام. قال هذا خلاف الأثار، يعني خلاف الأثار التي جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نفض ثوبه وقال الدماء الدماء، وأخذ ينفض ثوبه الدماء الدماء، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فكان لموقف الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة العظيمة أولا أنه صبر على تعذيبهم، وصبر على القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، وصبر بأن أمر الناس أن لا يخرجوا. نصر الله الإمام أحمد وبقي ذكره إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك انظر أن نحن في هذا المجلس وفي هذا المكان مع طول الزمان بينه وبين الإمام أحمد نذكره ونترحم عليه ونترضى عنه. بسبب ماذا؟ بسبب تمسكه بالسنة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وإذا هذه الأمور لا بد أن يحكم فيها الإنسان شرع الله عز وجل، ولا يحكم فيها العاطفة، لأن العاطفة إذا لم تقيد بالشرع فإنها عاصفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ما تعاقب الليل والنهار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.